الأهلي وفي نادي أوبان ببلجيكا. من يعرف أوبان؟ وفرق متواضعة جدا. كوزا، ونحكي ثلاثة شهور على كوزا، هو كوزا. وأنا أيضا عن أكثر من اسم قادر على تحقيق المراد. الكابون تاريخيا عمرها ما ربحت تونس، إن شاء الله مش الليلة في مدينة لوبانغو. هذا الجيل، هذه الأسماء، هذا التشكيل بهذا التركيب يلعب من أجل مواصلة كلام التاريخ. لا صوت يعرف فوق صوت النصور. ثامن مباراة بين الفريقين، سبعة لقاءات ماضية ما ربحوناش. مش اليوم يا قربي، مش الليلة يا راكب، تمشي الكرة في وسط الميدان. منتخب الكابون انتصر في كبرى المفاجآت، لكن ممكن بصفة طبيعية فريق العب التالي، العب على الكونتر، سجلوا هدف. الكرة في رأي عكست الكاميرون في الشوط الثاني، والكرة في رأي مشات كالعادة في بداية الكاميرون في أمم أفريقيا. دائما بداية الكاميرون تكون هكذا، ستيب باي ستيب، بالخطوة بالخطوة. آلان جيريس نجم كرة فرنسا، كان معاه تيغانا، كان معاه أيضا في الثمانينات لاعب كبير لويس فرنانديز، كان فريق ذهبي للفرنسيين في وسط الميدان، ومعاهم ميشيل. تمشي كرة طويلة من البلبول، 18 درجة مئوية في لوبانغو. يتقدم الهجوم بكرة أولى، عصام جمع هداف المنتخب في هذا الجيل 15 هدف. تمشي الكرة مرة ثانية، البداية لازم تكون كبيرة بالراس، فرصة كبيرة، أوف سايد المنتخب التونسي، تسلل لفريق الكابون. إن شاء الله المنتخب التونسي ما يضيعش الوقت، إن شاء الله يسخروا الملاعبية بسرعة، لأنه لقاء زامبيا فقنا بعد الهدف، تحركنا وتحررنا بعد الهدف، وهذا ما فيهاش أوف سايد. الانطلاقة سليمة، ما نبداوش من الأول، ما نبداوش من الأول، وما نبداش نحكي من الأول أنا على التحكيم. كوفي كوتشا وعقده سواء في مشوار الأندية على مستوى المنتخبات. خامس مباراة يصفرها تونس في الكان، فوز البنزرتي الثالث طرح لي في الكان، 1-1 مع الزهير في 94 في المرحلة الانتقالية، ارجع ممكن في مرحلة انتقالية أخرى. ده 1-1 مع زامبيا. ألم يحن يا اف بي أولى انتصاراتك في الكان مع المنتخب؟ تونس بادية مليح، التفاعل جاهز، المنطق والتاريخ يمشي بركنية للنصور. فاهين، بدين، ناوين، خاوين، باغين الانتصار، دعوات الملايين. إن شاء الله يا رب المباراة اللي ما معاش حساب، إذا حسبنا ضد زامبيا اليوم ما فماش كلام، ثلاثة نقاط باش نجري الماتش الآخر مع الكاميرون. هاي الراسية، هي بالراس، فرصة يا راكد، حسين الراجل يضيع كرة في دقيقتين ونصف. المنتخب التونسي أفضل، يعني في دقيقتين ونصف تحس مؤشر، تحس إحساس أنه فريقك جاهز، أنه منتخبنا جاهز، أنه منتخبنا داخل في اللعبة. يا راجل فيقنا في هذه الكرة، المرة القادمة في الجول فرص قد لا تعود باستمرار. الحارس أوفونو ديدي كان نجم المباراة الأولى ضد أسود الكاميرون، حذاري من هجوماتهم، والكرة ترجع من ميكاري في الانطلاق. اللون الأبيض وما أدراك باللون الأبيض، المنتخب التونسي يلعب بالكاميتشا بلانكا. تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق الحارس البلبولي، كرة طويلة في وسط الميدان، مرة أخرى عصام جمعة، إن شاء الله مربوحة اليوم. المنتخب بادي مليح، الذوات يتابع والكرة تخرج أوت. غياب الدراجي هو دخول عصام جمعة اليسار، هو المساكني وراه المهاجم الشرميكي. فما برشا كلام، برشا كورة ممكن نلعبوها اليوم في استاد لوبانغو. اختيارات فوزي البنزرتي ومنها سويل بالراديا، لأنه ناوي على الهجوم، يعرف أنه ثلاثة نقاط اليوم، ثلاثة نقاط اليوم، وتبحث على نقطة ممكن من الكاميرون لتتأهل للدور الثاني. حتى نفسيا لا قدر الله ما نفوزش اليوم، الأمل يبقى قائم، لكن الحظوظ تبقى صعبة أمام فريق الأسود اللي معني أيضا بالترشح. حذر من هذه الكرة، الانطلاق ترجع له، حكي يرجع في الوقت المناسب، تمشي بتسديدة خطيرة، أول محاولة للسينتو ناسيونال لمنتخب الكابون. تصفيات كأس العالم ربحوا غانا في بلاش، ربحوا المنتخب الكامروني في بداية الكان 1-0، كان أيضا أمام المنتخب الليبي تبادل فوز. إذن فوز البنزرتي يعرف جيدا الكابون، كل الطرق تؤدي إلى فرحة في لوبانغو، لذلك ممكن كأبرز العناوين في هذه المباراة يوم تندمل الجراح وتعود الأفراح بعد خسارات كبيرة، بعد غياب البسمة على شفاه دوانسة في آخر الجولات، سواء الإقصائيات المونديالية أو بعض المباريات الودية، ألم يحن وقت البسمة من جديد. نعول عليكم برشا في هذا اللقاء. حكي مجمل يمشي الكرة الكريم، يلعب بالراديو،
اختياره لانه ناوي على التاك فوزي بن زردي، ونعرف انه من الناحيه الهجوميه القدام سهيل براده يوجع اكثر من السويسي. السويسي اللي ديما في رايي انه ممكن يكون في المحور، لانه يسامحوني كل ملاعبيه ممكن انه احسن مدافع في تونس في رايي. ترجع الكره وترجع المباراه. المنتخب التونسي عن طريق المكاري، خذ بايك من الاول ياسين، خذ نصيبك من الانطلاق يا مكاري. تمشي الكرة مرة أخرى، ميكاري يعمل لوفر الكروس، كرة للأوت، التماس التونسي، البداية للمنتخب النصر قد يحلق هذا المساء. تمشي كرة لعصام جمعة، عصام جمعة، كرة في باس وسط الميدان القربي، تهيا كرة بخطة بصفرة كوفي كوتشا بونافنتور، حكم البنين، فاول المنتخب التونسي، مخالفة في وسط الميدان، ست دقائق. من سجلوا هدف مبكر كل ما أحسن. المنتخب التونسي يستعين أيضا بخبرة المواعيد وأيضا بالجمهور اللي جاء اليوم. فجرا انطلقت طائرتين بعد قرار ياسي رائد من أجل قيادة المنتخب وتشجيعه، بينما الكورة والحارس وفونو. الكورة رد بالك تسخن الجول، رد بالك تعطي ثقة للحارس. يلا شرميتي كرة طويلة في مناطق الجابون. المنتخب التونسي بادي بريسينج عالي في دفاع المنتخب الجابوني. الجابون بين ذفرين هي قضاء وقدر. لولا وفاة الرئيس الجابوني وتأجيل مباراة الكاميرون في شهر 6 ممكن راكم تشوفوهم في كأس العالم، لأنه رب ذارة النافعة مصائب قوم عند قوم فوائد. وتأجيل مباراة الشهر 9 كان في مصلحة الكاميرون باستخدام المدرب بول لوكوان، لأنه في أول جولتين الجابون 6 نقاط الكاميرون نقطة. أجلت مباراة شهر 6 الجابون كان في نسق تصاعدي، كسر الريتم، رجعوا في شهر 9 لوكوان خدم خدمته مع الكاميرون والجابون خرجت من المونديال. تمشي كرة شرميتي، الروح شرميتي، ما تخافش تمشي الكرة مرة أخرى في وسط الميدان. ممتازة جدا يوسف لمساكني عصام جمعة في خط آخر الصفرة، خر الصفرة لأصحاب الألوان الصفرة. نعم انذار للمنتخب الجابوني. كوفي كوتشا في أول بطاقة صفراء. في كأس أفريقيا صفرنا 4 مباريات ما خسرناش، تعادلنا مع جنوب أفريقيا، تعادلنا مع نيجيريا، ترشحنا بالبنالتيات للفينال التاريخي يوم عيد الحب ويوم عيد الكرة التونسية 14 فبراير، كان سان فالنتان وكان سان الفوتبول التونسي. ربحنا الكونغو 1 بلاش، جنوب أفريقيا في كان، غانا في تمالي 3-1. تمشي الكرة منتخب التونسي، بإمكان المباغتة بكرة راسية ترجع من الدفاع. المنتخب التونسي يراقب كرة، الفريق تتصرح بعد الماتش الأول، 8 دقائق في الفترة الأولى. فوزي بن زردي سامي الترابلسي على بومنيجا، لكم ولنا الله. تمشي الكرة البرادي، يلعب للراقد، الراقد يمشي القربي، حط على صدره ويلعب باليمين، يمشي كرة بعيد على الراقد. وسط الميدان لابد أن يسيطر على معركة هذا المساء، حذاري من مرتدات الجابون. يمشي كرة الفريق الجابوني، في التصفيات كان فاز ذهاب وإياب على الفريق المغربي الشقيق، منها ثلاثية كبيرة في بروفيل في استاد عمر بانجو. يمشي كرة عرضية خطيرة، يخرج الحارس بانجولي على مرتين، أي من البانجولي حكيه وشفيقة للجابون، رغم خايفين منا بحكم التاريخ. لماذا نحن نخشاهم ونخافهم في هذه الأوان؟ الحذر واجب، لكن ما تعطيش أي شيء في الدنيا أكثر من قيمته، أي منافس أكثر من حجمه، لا، لأنه يرد عليك بالعكس بالسلب. ليش المنتخب التونسي يجيبها؟ جاب الكرة لمساكني في مستوى 6 أمتار، بعد الكرة على عصام جمعة. شرميتي باي الأداء القتالي اللاعبين، جرى برشا من شرميتي في الماتش الأول، قدم مردود ممتاز في رأيي أنا في المباراة الأولى ضد زامبيا مساء الأربعاء ضد تشيبولوبولو 1-1 هدف ذوادي زهير. تمشي كرة النخبة الوطنية في انطلاقة الكرة عن طريق الراقد زهير بالرادية، ينتظر ذوادي نخسر كرة، يرجع القربي حذاري، وفي خطأ، في خطأ لمنتخب الجابون في وسط الميدان. لابد أن ننتبه عندما نفقد الكرة في وسط الميدان. رولانس بتاع الفريق الجابوني خطيرة جدا. آلان جيريس كان بطل أوروبا 84، لعب سيمي فاينال 82 و86 مع الأزرق مع الديك الفرنسي،
جيل بلاتيني تيغانا أموروس ماريوس تريزور شينكيني روشتو ميشيل أسماء أكيدة لن تمحى من ذاكرة عشاق الديوك بينما محبي الهزينكو يتأملون في كرة بعيدة تقريبا 40 متر التسديد عالية ترجع ضربة مرمى للحارس البنغولي كرة من كوزان دانييل كوزان يلعب في البريميرشيب مع فريق الهال سيتي 20 ماتش دولي كان لعب سابقا في فريق لانس كان زميل لعصام جمعة في الشامبيونات في الليغا في فرنسا كرة ممتازة جدا من دانييل كوزان ممكن الحكم أشر إلى ركنية شكل الكرة بعيد نعم كورنر ضربة زاوية حذرة من الكرة الثابتة الكابون عنده فرصة عنده إمكانية بكرة ثابتة تجي بالرأس خطيرة مرة أخرى يتفرج الدفاع يطلع ويضرب بالرأس بمستوى 6 أمتار كرة كانت بعيدة من لاعب إريك مولونكي يلعب في نيس الفرنسي حذري من مثل هذه الكرات 11 دقيقة في الشوط الأول منتخب التونسي متأكد لو يكتب له الله تسجيل وفتح باب التهديف يسير المباراة والثقة تكبر في اللاعبين تمشي كرة بخطأ للمنتخب الجابوني كرة لمنتخب الجابون اللي عنده فرصة بعد انتصار أهم على فريق الكاميرون أنه اليوم التعادل يساعده ممكن هذه الحسابات تكون في صالحنا يا فوزي لأنه منتخب الجابون يعمل في حساباته يقول لك حتى التعادل ليس سيد تونس نوصل للنقطة الرابعة نكون قريب برشا من دور الثمانية خاصة أنه لقاء الأخير مع زامبيا ممكن يلعب مع الزامبيين وتونس والكامرون في كونفرونتاسيون ديريكت مواجهة مباشرة للصعود أو للخروج الواحد عنده حساباته أنا حسابات يعني نفوس وزامبيا والكامرون يتعادل ممكن هذه حسابات إذن تمشي الكرة للمنتخب الجابوني خاد القرب الكرة في الأوت قديمة مليح لكن الآن كانوا الانيسياتيف ترجع للفريق الجابوني كرة تمشي أوت ضربة مرمى للحارس أيمن البلبولي كرة ستبقى لمنتخب تونس في مباراته الثانية بعد الخمسين في مشاركته 14 في تاريخ مونديال إفريقيا إفريقيا في نسخة 28 ستلعب بين غينيا الاستوائية وبين الجابون لأول مرة الجابون ستحتضن الكان بينما كرة للشرميتي ويلا تمشي للحارس كرة للحارس ديدي أوفونو 33 سيليكسيون مع المنتخب الجابوني يلعب في فرنسا مع فريق لومون ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الجابون في وسط الميدان الضغط من راقد يربح كرة تماس للمنتخب التونسي كرة للمنتخب الوطني في الدقيقة 13 من زمن الشطر أول من مباراة ثانية في دار كانوم كولا 2010 سهيل بن رابية يلعب الكرة الانطلاق للمنتخب الجابوني أوفونو ترجع كرة وسط الميدان كرة عنا من قربي ترجع مرة ثانية عنا جيرميتي يحاول يضغط الكرة تمشي الذوادي الذوادي يحاول يدخل الذوادي الحال الفردي والكرة تضيع على فكرة نقطتين ياسر سيئين من منتخب التونسي المباراة الأولى ما نسدوش على المرمى رغم أن الكرة هذه تشابولاني يقولوا أنها تساعد اللاعبين على تسديدها على المحاولة بها وفيها ومعها والنقطة الثانية ما فماش الفينتراسيون التوغلات اللي تجيب لي مخالفات على مستوى 18 اللي عندك برشا من لاعبية ممكن يسجلوا لك أهداف مباريات متوازنة مثل هذه في كأس إفريقيا لازم تستعمل كل أسلحتك صراحة أما سلاح الكليب فقط والوطنية ما يكفيش يلزم برشا اجتهادات يلزم برشا حسابات ويلزم برشا بروفوكاسيون لهفوات المنافس جيب لي مخالفة الذوادي والمساكني في 18 أو على حدود 18 سيكونوا للأهداف بإذن الله دفش كرة بلبولي ربع ساعة ربي لنحسبوا شوط أول أصفار ونلعبوا ماتشونا في الشوط الثاني من الآن خذ نصيبك من الآن خذ نصيبك دفش الكرة للدفاع حقي تغطية ممتازة يرجع مع الراقد الراقد في وسط الميدان يتقدم الهجوم الذوادي ذوادي كرة في العمق اللي يحبهم الشرميتي ترجع مرة ثانية ما فيش خطأ ما فيش فاول والكرة ترجع لجابون كرة طويلة حذاري من منتخب الجابون ما فيش تسلل لكن التقل موجودة ضربة مرمى على اللاعب رقم 9 اللاعب بيير أمريك عمره 20 سنة فقط يلعب في نادي الميتروبول فريق ليل الفرنسي
الفريق اللي كان مع هاري لوزيتش في الشامبيونز ليج من 3-4 مواسم. منتخب التونسي تحس انه قادر انه يسجل، تحس انه بامكانه ان يتجاوز منتخب الكابر. ثامن مباراه منذ اول مواجهه في 83 ربحناها في المنزه 3-0، الى اخر لقاء في عام 2001 تعادلنا في عمر بانجو ملعب الكابون في ليبروفيل 1-1 هدف في رياض الجلاسي. هدف كان مهم لانه رشح تونس عامتها اللي كان 2002 في مالي. نمشي كوره بعيده للبوسيشن المنتخب التونسي، التايم ان بلاي للفريق التونسي. المنتخب التونسي يضغط القدام ممتاز، تشوف تتعدد الافوات طول ما نضغط على المنافس. عصام جمعه ممتازه، ممتازه جدا من جمعه. بركه تقريبا منتخب التونسي مباراته يأخذ الكرة ويأخذ الكواس بكل الطرق. بالفعل هذا الإقامة على المنتخب الوطني على الأقل من خلال اللوك متاع الربع ساعة الأولى. ترجع للحارس ديدي وفونو شرميتي وجمعة والكرة في الأوت. يلزم نسد، يلزم نحسن المخالفات، يلزم نستغل الكرات الثابتة. ترجع الكرة المنتخب الوطني هي مخالفة تونسية، إذا الكرة ستعود للفريق الوطني. فريق الجابون خايف، فريق الجابون وألان جيريس يدركوا من هي الكرة التونسية في كل الأوقات. صحيح ممكن نعرف مشاكلنا، نعرف ممكن حدود إمكانياتنا، لكن المنافسين ومثل الجابون يخافوا من الاسم، لازم تستغل هذا العامل السيكولوجي. شرميتي يا ولد يا رائع، خرجت لك الممتاز الشرميتي. بهذه الروح ممكن نتعداو اليوم الجابون. بهذه الكرينتا منتخب التونسي بإمكانه أن ينتصر هذا المساء. أقرأ حساباتك، تعرف مليح على جيريس، لعبت له مرتين شفتهم مليح. كل الخطط تؤدي إلى اكتساح لوباندو، كل الطرق تؤدي إلى العودة للواندا من أجل ثاني الأدوار. كرة تمشي لستيفان نكيما في خطأ ضد المنتخب التونسي. فاور على الذوادي، الذوادي اللي عنده بطاقة صفراء يظهر لي في الماتش الأول ضد زامبيا. وانذار على زواير الذوادي، انذار على اللاعب الذوادي اللي هو اللاعب رقم 38 في تاريخ المنتخب اللي سجل هدف في كاس امم افريقيا. على فكره عملت احصائيه ممكن طريفه، اهداف المنتخب التونسي على مستوى كؤوس افريقيا كيف كان توزيعها، كان بتفاصيل 31 هدف في الاشواط الاولى و37 هدف في الاشواط الثانيه. ترجع الكورة منتخب التونسي بإمكانية التقدم والانطلاق. عصام كورة من جمعة، يمشي عصام جمعة طويلة منتخب التونسي المكاري قتله بها. كورة طويلة ترجع للأوت، ضربة تماس من منتخب الجابون. كورة لازينجو، فرصتنا بصراحة في هذه الدقائق ما دخلوش في اللعبة الجابونيين. تقريب يحتفلهم اللي صار لنا نحن في الماتش الأول ضد زامبيا. عذاري من كوراتهم، عذاري من هذه اللقطات. شوف الدفاع، يمشي دانيال كوسا 2-1 والكرة في التوزيع عطيرة الراسية. ركنية أخرى، ركنية أخرى لمنتخب الكابون. فريق الكابون يبقى خطير بما يتوفر له من إمكانيات في الخط الأمامي بقيادة كوسا دانيال. ركنية رقم 2 للمنتخب الكابوني مقابل واحدة لتونس. هذا نكيما، لاعب نكيما، لاعب الخبرة، من أحسن اللاعبين، اللاعبين المميزين في تشكيل منتخب الجابون. لعب بدون نادي على فكرة. يمشي كرة خطيرة، فرصة الله يا ستار. استرنا ربي في الكرة هذه، استرنا ربي في الكرة هذه. المنتخب الجابوني كان قريب من هذا الشباب. أخطر كرة في مباراة الجابون. شوف الكرة، شوف الدفاع، يحاوس الدفاع التونسي. مش ممكن على هذه الأخطاء والأفوات. كرة كانت قريبة برشا، الكرة الأقرب لهذا الشباب. إذا أول كرة، أخطر كرة للجابون في الدقيقة 20. تمشي كرة طويلة من بالبولي، طيب بالراس عصام جمعة، يلعب بالكرة المنتخب التونسي. ذوادي زي ما دخلش في المباراة زهير لحد الآن، لاعب عنده إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا. المنتخب التونسي لازم يلعب استغلال الجانب الأيمن من البرادية والذوادي، واستغلال الجانب الايسر لميكاري وجمعه. ان شاء الله نشوفوا التوازن اليوم من ناحيه الهجمات
يتقدم بالكرة نحو مرمى ديدييه أوفونو. بعد 20 دقيقة المنتخب التونسي ممكن بدايته أحسن بكثير من كارثة الانطلاق ضد زامبيا. مباراة متوازنة، فريق الجابون يربح خطأ الداري من هذه الهفوات. حتى الآن المنتخب التونسي ممكن على هامش البطولة الإفريقية، مش كنا ممكن الرئيسي في وسط الميدان. نرجع المباراة، برشا اختيارات الناخب الوطن عدى بيه كأنه يلعب في حومة. مش ممكن بهذه الطريقة، مش ممكن بهذه الطريقة. اللاعب في المنتخب التونسي كان من كان، شوف في الريبلاي أنا ونحكم، مش ممكن، مش معقول بهذه الطريقة. حتى كوفي كوجا مش موافق، قال كيفاش يتعدى بهذه الطريقة. نرجع كورة ركنية رقم 3، نعطيو فيهم في برشا فرص. اللي يخوف أن نعطيو فيهم في برشا ثقة، أن نركبوا فيهم في المباراة، أن ندخلوا فيهم في اللقاء. 21 دقيقة، الشوط الأول والنتيجة بيضاء بين أصفر الجابون وأبيض النسور القرطاجنية. عذير من هذه الكرات عشان استفدنا من القرن الماضي. يمشي كورة خطيرة، الحارس بقول بالبوكس يرجع كورة. يمشي كورة الشرميتي، شرميتي المنتخب التونسي في خط اعطينا الافونتاج باهي. تمشي كره شرميتي، شرميتي في مخالفه، في مخالفه المنتخب التونسي. شرميتي في فورمه، شرميتي في فورمه كبيره. مازلنا ما شفناش يوسف، مازلنا ما شفناش الثوادي، مازلنا ما شفناش ايضا عصام جمعه. شرميتي لحد الان تقريبا اللاعب الابرز في 22 دقيقه في المنتخب الوطني. ترجع الكرة المنتخب التونسي على خطار رقم 19 لاعب موتونكا عمر شمل. يمشي بالكرة الحاجي المنتخب الوطني، حاجي سهيل برادية. يطلع بالكرة سهيل، يمشي بالكرة الراقد، الراقد البرادية. المنتخب التونسي في كرة في الوسط عن طريق البلبولي. 23 دقيقة لعب في الشوط الأول. إذا باش نربحوا في الشوط الأول الأولاد، ليش على 10 دقائق الأخيرة وسامحوني في العبارة دستخت. ألعب كرة قدام، تمشي كرة طويلة. منتخب تونسي لابد من الضغط على المنافس في مناطق عن طريق الراقد. الراقد في وسط الميدان، وخطا جديد ضد حسين الراقد. قلت برشا اختيارات في وسط الميدان، ممكن اللاعب نشوف مكان الحقيقة موجود في الوسط. أيضا المرابط عنده الخبرة، عنده الجرينتا. نرجع الكرة على كل حال دائما مع خيارات واختيارات الكوتش المكيري. يتقدم والتماس للمنتخب التونسي. اخر مباراة ربحناها في الكان كان ضد ساوث افريكا 3-1، ثنائية سانتوس فرانسي لاودو وهدف شوقي نسعادة. كانت ثاني مباريات النصور في الكان. تونس كيفية العودة وكيفية الرياكشن بعد التعثر في البدايات. عام 63 تعادلنا في الماتش الأول ضد غانا، ثم خسرنا الثاني من أثيوبيا. في عام 78 تعدلنا الماتش الأول من المغرب، ثم ربحنا أوغندا 3-1. في عام 96 في ساوث أفريقيا تعدلنا الماتش الأول من موزمبيق، ثم خسرنا الثاني من فريق البلاك ستارز. عام 2008 بدينا بتعادل مع أسود الترانكا السنغال، ثم ربحنا ساوث أفريقيا لبافانا بافانا. إن شاء الله هذا السيناريو يتكرر اليوم بعد تعادل فوز. يمشي كورة بعيدة. 24 دقيقة لعب الشوط الأول. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول. إن شاء الله حماس اللاعبين يتواصل مثل الدقائق الأولى. الآن المباراة معناها نشوف فيها حذرة جدا وتكتيكية، كل واحد يستنى في الثاني في الدورة. أرجع في كرة طويلة من حقي عصام جمعة، ممكن يضرب الراس لها. مسبقية بوضوح للمدافع الجابوني. تمشي كرة ضغط، شوف بريسينج ماذا يعطينا. لو نضغط القدام أكثر ممكن نجيب هدف. سنربك المنتخب المنافس ونجبره على ارتكاب الأخطاء. سهيل برادي أول مباراة لي في بطولة إفريقيا، أول مشاركة لي. تمشي البرادي وراء طويل المنتخب التونسي على الأقل ركنية. شرميتي، شرميتي ممتازة جدا، لكن الكرة يقف فيها جمعة. اجري الكرة يا جمعة، المهاجم الكبير يلزم يتبع في كل كرة. برافو ممتاز، شوف البريس مرة أخرى من قربي والتسديدة والحارس سهلة ليوفونو. منتخب التونسي يظل طريقه واضح، يظل نسيته بيديه أو بأقدامه على اعتبار أنه فوتبول. كل ما نضغط، كل ما نستخلص الكرة، كل
ما يمكن أن نعمل بها الشيء الكثير. كرة ضعيفة كانت من يوسف المساكني. ترجع الكرة منتخب التونسي. 25 دقيقة عن الشوط الأول. ما زال البياض هنا يسود. ثاني لقاءات نصور كارتاج الأدلر فون كارتاجو في أمم أفريقيا 2010. عصام جمعة يخسر كرة. عبلانس الفرنسي يتدخل القربي. القربي أيضا للأمانة نعطيه حقه مش مقصر. مش مقصر للآن خالد القربي. لعب وسط الميدان لعب الترجي الرياضي في الدوري المحلي. أرجع مرة أخرى بتماس للجبار. إن شاء الله نحاول نرفع الريتم والإيقاع ونتحكموا نحن في التيمبو بتاع الماتش. إنه فريق الجابون يراو النقطة الرابعة تساعدوا برشا، تفرحوا برشا جيناس. إحنا ما عندناش بديل للفوز اليوم. ناويين على السكند راوند. شوف الخطا في الدفاع مره اخرى من جهه الراديا. كره خطيره الامتلاك صعبه جدا والتسديده من لطف الله كان موجود الدفاع التونسي عند رقم 11 خطير جدا اريك مولونكي يلعب في نيس. مشكل كبير في الدفاع. ترجع الكره للمنتخب الياباني. امكانيه التقدم التونسي الان. بتهيئ الكره الفريق التونسي كالعادة. وراك في العمق يحاول الشرميتي. شرميتي شرميتي اليوم شرميتي قول شرميتي شرميتي يستاشر مش ممكن بعد. برافو شرميتي حقيقة للغالب الإعاقة إعاقة منتخبنا 1-0. مش ممكن كيف ضاعت. ايه مركز يا عكاشي كورة 1-0 كنا وقفنا فيها كنا درنا فيها كلنا فرحنا بها. ما دخلتش الكورة. طريقك واضح يا منتخبي طريقك واضح يا بلدي. لابد أن نضغط على المنتخب الجابوني مش ممكن. خطا على يوسف المساكني. هذه الكرة الأخيرة الشرميتي يتعدى الحارس. مش كاتبة للشرميتي رغم أنه لحد الآن هو أبرز لاعب في المباراة. مشروع كونترا تاك لأنه جمعة كان بعيد عليها أمتار. في الصورة خرجونا زوز لاعبية فقط. نطلعوا نطلعوا وقت اللي يلزم نطلعوا يلزم نطلعوا. احتضن الكرة المهمة تحتضن الشباك. يمشي الكرة من عصام جمعة. كرة المنتخب التونسي هي الأخطر في 27. ايش رايك يا طارق؟ ايش رايك معلول؟ ايش رايك بالشيخة؟ يظهر لي ماتشونا. وانتصارنا نشوفه لو كتب بإذن الله في الشوط الأول. الآن خذ وقتك. والكرة برا المنتخب الجابوني. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. الآن وقت هدف الآن من بعد لعبونهم على المرتدات هم يخرجوا من مناطقهم. يولي السيناريو الأمثل بالنسبة لكتيبة فوزي بن زرقاء. بريسينج ممتاز الولاد في خطا للمنتخب الجابوني. ثم الذوادي أيضا أن الدفاع الجابوني عنده مشاكل برشا. كل ما يضغط مهاجمينا بإمكاننا الاستفادة أكثر أمام مرمى أوفونو ديدي. خسارة كورة 1-0 كانت. على فكرة في 2008 سجلنا هدف تقريب نفس الطريقة. سانتوس فك كورة من كورة ورائية من هجوم أو من دفاعات أو من لاعبين. البافانا بافانا جنوب أفريقيا سجلنا بهدف من سانتوس. الكورة هذه ما حبتناش بينما هنا كورة تحب الجابون من خلال خطأ قدم. دقيقة 28 ماتش مش يحسن من كورة ماتش يتعب على الكورة من هنا ومن هناك. كوفي كوتشا بونافنتور يعطي خطا ويصفر مخالفة لمنتخب الاسينجو ناسيونال. كورة في دقيقة 29 الكورة لمنتخب الجابون اللي في تاريخه الافريقي هذه 10 مبارياته في الكان. شارك المرة الرابعة شارك 94 خرج من الدوري الأول في دوري تونس في 96 عمل أحسن إنجاز وصل للربع النهائي وخرج في الربع النهائي من تونس. عمل فين في نيجيريا وغانا دورة كانت مناصفة في التنظيم. خرجوا أيضا من الدوري الأول 2010 مشاركتهم الرابعة بقيادة ألان جيريس. يمشي الكرة منتخب الجابوني والحارس على مارتين بربولي. ترجع الكرة من بربولي نصف ساعة في الشوط الأول. نصف ساعة من الشوط الأول ما زال التعادل هنا السيد الموقف في ملعب اللوبانكو بين منتخب تونس وفريق الكابا. برشا مخالفات
أعظم الردهات في اللقاء. ركزوا على الكرة. حسين الراجد لعب سلافيا براغا البراها بلغة التشيكيين. بينما هذه الكرة الأخيرة اللي خرجت من جورج أمبروي يلعب في نادي بمقدونيا. ترجع الكرة منتخب تونس الراجد للحارس بلبولي. يمشي البلبولي دويلة المنتخب التونسي. كرة بعيدة كرة أي كلام معناها نخسر بها الجهد نخسر بها الوقت ونخسر بها حتى المعنويات صراحة ممكن كجمهور بل حتى اللاعبين. منتخب التونسي الآن نفس الشيء ملاحظة تقال استنتاج أراه قد يكون صعب وقد يكون خائب لكن هي ملاحظة شخصية. فريق تونسي ضد زامبيا خطورتنا لما لعبنا على الأطراف ما شفناش الأطراف عصام شمعة والدوادي لحد الآن ما فماش الانطلاق أو خطورة من الأجناب. الإصرار على الاقتحام العمق من لاكس في الكرات الطويلة نسبيا للشرميتي. دفش كرة منتخب تونسي كرة جابونية في الميدان عن طريق اللاعب ستيفان انجيما. ضغط وبريسينج المنتخب التونسي يعطي الانتباه انه جاهز بدنيا. يطلع للضغط الان البريس يوسف المساكني يمشي كره طويله من اوفونو الراسيه التونسيه دوزيام بال عنا لكن يخسرها المنتخب التونسي. يمشي امكانيه المرتده عن طريق اللاعب بيير امريك ورا الترجمه المنتخب التونسي. ما في شيء منتخب الكابون ردوه ليش ريال مدريد وبرشلونه. يمشي الكره لاوفونو تيدي مره اخرى الانطلاق عن طريق اللاعب جورج وسط الميدان عن طريق مولون كييريك. دويلة منتخب التونسي مرة أخرى وضربة مرمى للحارس دي دي أوفون. بد أن نطمع أكثر في هذا الشوط الأول في 32 في المباراة. أفريكا ناشن كاب يوصل لدورة 27. مصر والكوت ديفوار أول العابرين أول المارين للدور الثاني من البطولة. دار 6 بطاقات نتمنى أن يكون فيها منتخب بلد تونس ومنتخب الجزائر إن شاء الله الشقيق. يمشي الكرة منتخب التونسي عن طريق الراجل حسين الراجل يقطع الكرة وتمشي برا الكرة. خرجت الكرة من حسين الراجل لاعب سلافيا براغ. مساء الخير المحللين في الاستوديو دورهم طبعا فني يتكلموا لوحدهم. ترجع الكرة للمنتخب بلد تونسي. لابد أن نفرض إيقاعنا وأسلوب لعبنا طريقتنا وفكرنا على المنتخب الجابوني. منتخب الجابون نرجع نقول أنه يحضر في كأس أفريقيا 2012 اللي بتحتضنها أرضه. نشوف وحضور المنصة الشرفية القدوم قادرتين وسط لوبانجو أكثر من 200 تونسي. الجمهور ممكن ما يحسوش لو نبقى الغربة أكثر القدوم هذا الجمهور نعرفوا بالنسبة للجمهور التونسي كرويا 1% في مدرجات أخرى ممكن في مدارج أخرى يعني 250 أو 300 مناصر اللي هناك بالنسبة لي أنا نظير 3000 مع دول أخرى أو بلدان أخرى في عالم كرة القدم. دانيال كوزان كابتن لاعب لومون لاعب لونس يلعب في الهال سيتي حاليا في الإنجلش بريمير ليج. ترجع الكرة للمنتخب التونسي وسط الميدان لا جابون والراد يقطعها. تمشي كرة منتخب التونسي لانطلاق الكرة طويلة مرة أخرى المنتخب الجابوني خطيرة جدا. حذاري حذاري يتقدم فريق الجابون يسدد كرة ممتازة بالبولي ممتازة بالبولي. صراحة المنتخب الجابوني قليل الحضور في المرمى التونسي لكن كراته كلها خطيرة يعني كراته أخطر. امتلاك اللاعب التونسي المبادرة التونسية لكن الخطورة جابونية وانذار بطاقة صفراء على برادية انذار على سهيل برادية بارتيسيباسيون مرة أخرى كانت غلطة بالنسبة للمدافع التونسي ممتازة بالبولي. خارج الكرة من 18 واللاعب الجابوني يسبق سهيل برادية. كان مشروع التقدم لفريق الجابون انذار ثاني لتونس. بعد الدوادي يجي الوقت لإنذار وبطاقة صفراء على سهيل برادة. حذاري من هذه الكرة الكرة الثالثة في الدقيقة 35 للمنتخب الجابوني. نتيجة ما زالت أصفار هنا في لوبانجو.
كرة أخرى المنتخب بالضغط الآن. برافو، 3-1. خارج الكرة، نخرج بها، نمشي بها، نجري بها، يتقدم الشرميتي للمنتخب التونسي. الشرميتي، عصام جمعة، باسي كرة يا عصام، ضيع الكرة على عصام جمعة. كرة المنتخب الجابوني في الخط الخلفي، يرجع الحارس بوفونو. سهيل براد يا ميسس نيكست ماتش، الجمهور ممكن يتسأل كيفاش نيكست ماتش وهو ملعبش الماتش الأول، لأنه سهيل براد ياخذ انذار وهو على دكة البدلاء في ماتش زامبيا، بالتالي لن يكون في ماتش الكامرون. ولو أنه نقرأ شوية تفكير فوزي اليوم، حاجته بثلاث نقاط، براد أكثر أوفنسيف من خالد في اللقاء الثالث، هكا ولا هكا باش يرجع السويسي. إذا ربح اليوم يحب يقفل ضد أسود الكاميرون لليوم أندمتا. إذا هذه الكرة الأخيرة، الخطأ الأخير المرتكب من الظهير الأيمن للمنتخب الوطني التونسي سهيل براد. ألان جيريس واقف، ألان جيريس بعد الفوز والضربة على الكاميرون يحس أنه 90% حظوظ كبيرة للسكند راوند. النتيجة والمباراة والفوز الكابوني اللي غير من أروقة وأوراق وحسابات الجروب، مجموعة الأكثر توازن، المجموعة الأكثر صعوبة في هذا المونديال الإفريقي. تعرفش شكون يطلع وشكون يخرج، تونس والكاميرون كما يكونوا مرشحين كما ممكن يخرجوا. بينما كرة خطيرة مرة أخرى، تسديدة والحارس تقريب نفس الخلطة اللي كانت مع الشمال في هدف الأول للزامبيين، يعني كرة في دار المكان الخطيرة. يمشي الشرميتي لكن أوفونو قبل، شرميتي وحده معزول، معزول، عرفته واحد في الصحراء وحده، شرميتي وحده، ماش مساند اللاعبين اللي على الاطراف ما يطلعوش بسرعه. المنتخب التونسي يجد صعوبات كبيره الان لفرض لعبه مع كره ترجع للحارس بلبولي، اللي ممكن مع الشرميتي شويه القربي، اللاعبين لحد الان ظاهرين بمستوى جيد، مع الملاحظه انه الدفاع بصفه عامه ممكن كاداء جماعي نحكي كولكتيف ممكن افضل من شوط اول في مباراه زامبيا. رجع الكرة منتخب التونسي، يمشي الشرميتي بعيدة، أوفونو قبل تقريب وأكيد الآن أوفونو ديدي. الكرة الأخيرة الحارس أوفونو، 17 دقيقة لعب، 25 ثانية للشوط الأول، 0-0. بالأمانة معناها كنا ممكن نكون متقدمين بهدف، لكن أيضا كواقع كنا ممكن نكون متأخرين بهدف. فريق الكابون جات الكورتين صعب برشا أمام البلبولي. يمشي كرة من أيمن البلبولي، ياسين المكاري، ياسين المكاري في خطأ وفركسيون، عملية إعاقة، بسرعة الأولاد. هدف الآن يكون عنده وقع ومفعول السحر في هذه المباراة. ترجع كرة منتخب التونسي عن طريق الراجل، أنا نشوف هيئة المرابط لازم يدخل أمانة في الشوط الثاني، مع احترامي لتجربة وخبرة الراجل. ترجع كرة مرة أخرى في وسط الميدان، المكاري حاول يضغط، والتماس للمنتخب الوطني. ترجع الكرة ياسين المكاري، حسين الراقد يلعب الكرة لعمار الجمال، الراقد مرة أخرى تمشي الكرة، منتخب التونسي بالراديا تخلي الهجوم نورمال، ما شفناهاش في الهجوم صايب بالراديا. عصام جمعة يلعب الراقد، حسين الراقد، منتخب التونسي في تقريب 10 دقائق أخيرة ذكرني بالربعين دقيقة الأولى بتاع ماتش زامبيا، وكل ماتش الكارثة في مابوتو. الآن مازلنا عسير على الديكولاج، الطائرة لا تقلع منذ فترة، والأداء متوسط أو أقل. الشرميتي، برافو الشرميتي، على الأقل هذه الروح، على الأقل هذه الجرينتا، اجري العب. ترجع الكرة مرة أخرى المنتخب الكابوني، كوسا في وسط الميدان، يوسف المساكني يرجع للتغطية، كرة المنتخب التونسي الراقد باهية، ترجع الكرة الانطلاق الجمعة، شوفوه في الرواق الأيمن، يمشي الكرة عن طريق يوسف المساكني لعباتك، يوسف المساكني يتقدم ل 3-1، 3-1 سبقها شوية، والكرة تمشي للمنتخب الكابوني. خطير جدا فريق الكابوني في كرة سهلة المنتخب التونسي. ترجع الكرة تبقى لتونس، تماس منتخب التونسي تحس ما ينجحش مجرد مهارات فردية وكرة من
القرن خد القرن باص وكرة أخرى ضائعة لم نستفد من الشوط الأول ذو تسمى ممكن مليح حقيقة عطيه حق اللاعبين لكن بعد نفس الشيء على كل حال نشوف أن مباراة اليوم مهمش الأداء بما هو أهم بقدر أهمية السكور النتيجة اللي تخليك في البطولة إن شاء الله أزلنا مخسرنا شيء لكن ما ربحنا شيء لحد الآن التعادل اللي في صالح لازيكو ناسيونال الكابون يلعب على فكرة التعادل أيضا جيريس حسوا في المباراة هذه تمشي الكرة المنتخب الكابوني محاولة الامتلاك الراكد شوف يتعدى لاعب الكابون رغم أنه لاعبنا كان قبل عمار جمل يتهيأ الكرة وتوزيعها وعند الحارس برافو أيمن برافو بلبولي دقيقة 40 41 المساكني مشكل كبير في صناعة اللعب المساكني نعرفوه في العادة في الأطراف اليوم في مكان دراجي مسؤولية كبيرة واحد ممكن خصوصيات كل واحد بطريقة لعبه المساكني ما لقاش الروبير نتاعه في الشوط الأول آلان جيريس يفكر في كيفية تجاوز النصور النصور التونسية تريد أن تصعد الملايين هناك والله ينتظرون والله تدركون أنهم ينتظرون يتأملون يطمعون يطمحون الطموح موجود بطبيعته في التونسي في جيناته كمواطن أو كشعب ينتظر الإقلاع ينتظر الخروج من هذه الدوامة لا ندري متى ستنتهي لو أني متفائل ستنتهي بإذن الله اليوم في لوبانكو ضد الكابون إن شاء الله شوف الكرة الأخيرة اللي رغم هذا الأداء قلت رغم هذا الأداء برجع الكرة من حق في وسط ميدان كريم حق يلعب الكرة للراقد الراقد في النصف للقربي القربي في وسط الملعب يرجع للباك رايت سهيل بالرادع يطلع بالرادع بالراديو يلعب كرة لمن تمشي كرة ممكن الضغط الضغط الآن ثوادي لا عاد كتف في كتف مش ممكن يا كوفي يا كوتشا كتف في كتف ايه مصحيح زهير الثوادي كانت لعبة أكتاف في معنى كرة القدم ليس الأكتاف الثانية ممكن في المصطلحات وفي اللهجة التونسية فوزي بنزرتي ينتظر أداء أفضل مثل ما ينتظر الجمهور الرياضي في تونس والمهم ننتظر هدف لنحلق أخيرا نصر عنده تقريب 4 شهور في غرفة الإنعاش متى سيخرج من الإنعاش لينعش آمال الجمهور التونسي تمشي كرة من الشمال في وسط ميدان كرة جابونية السباقين 43 دقيقة في الشوط الأول زالت 0-0 هنا في لوبانجو نرجع الكرة للمنتخب الجابوني من الأوت بعد تدخل من ياسين الميكالي لعب في نادي سوشو كان يلعب في سويسرا في الجراشو بيرسيري تمشي كرة للمنتخب الجابوني لعب جميل جدا يعطي الشيء للعب يعطي الشيء انك تاكل الملعب ترجع الكرة للمنتخب الجابوني هذه خطيرة حذاري لونتون كانت خايبة بين المدافع وحارس مرماه ترجع الكرة لمنتخب الجابون مرة أخرى رقم 2 جورج المقدوني اللي يعني بيلعب في مقدونيا في الماسيدوان تمشي الكرة للمنتخب الجابوني في كرة طويلة ترجع الميكيري والتماس لمنتخب الجابون منتخب التونسي كانوا ينتظر نهاية الشوط استغليناش ممكن أول ربع ساعة كنا أفضل من المنتخب المنافس ما دخلش لازينجو في المباراة ما استغليناش الفرصة الكرة الأخطر والوحيدة الخطيرة كانت من الشرميتي في عملية بريس على الدفاع لكن الكرة أيضا انتهت وضعت بعد ذلك ممكن لاعب منحصر في وسط الميدان منتخب الجابون أيضا بعد الكرة الثابتة بعد ذلك مباراة متوازنة ومتعادلة وعادلة كنتيجة الحقيقة 0-0 ماش فريق أحسن من الثاني كانت المباراة في الشوط الأول فترات بينما ترجع الكرة في صافرة الحكم كوفي كوتشا في خطأ لمنتخب الجابون حذاري من كرة أخيرة في الشوط الأول يعني الآن ندعو لأن ينتهي 0-0 مع هذه الكرة الخطيرة للجابون في الشوط الأول حذاري في آخر الثواني في آخر اللحظات كرة لمنتخب الجابون 32 متر كرة عرضية في التونسي يقول لك مشوكة يمشي الكرة جانبية لمنتخب لازينكو يتقدم إنكيما على القائم الثاني بالرأس
خذاو كل الكرات العالم، خذاو كل الكرات بالراس، رغم قوة لاكس في حقي وجمل في لعب الكرات الراسية. ممكن تغييرات تستوجب الحقيقة من أول الشوط، من أول الشوط الثاني لازم نكونوا مغيرين أمورنا، مغيرين بعض الأسماء طبعا، في اختيار يكون المدرب، الحديث في الاختيارات بتاع الكوتش يكون في الاستوديو، لكن أنا نشوف اسمين يلزم يخرجوا. أنا نشوف الحقيقة المرابط والعكاشي نعطيهم فرصة. المرابط العكاشي عندهم مجال في لعبة اليوم. دقيقة وقت بديل بدون تعليق. نزلنا في 2010 انت بلانجيو بالطريقة هذه في محاولة الحصول على الكرة. سوائل بالراديو. شوط أول وشوط آخر للنسيان. عصام جمعة للتذكير. عصام جمعة والكرة من الدفاع، والمنتخب التونسي يستعيد الكرة الأخيرة. تمشي المنتخب التونسي ضغط آخر ثواني. 0-0. طول الكرة. آخر كرة لا جديد يذكر. عادت حليمة إلى عادتها القديمة، كرات بالانسيو فيها بعيدة، هدايا للمنافس. شوط أول الديكولاج، مازال حذاري من الاتيريساج، لأن المنتخب التونسي بهذه الطريقة قد يعمل الهبوط في مطار تونس قرطاج إذا تمشي الأمور بهذا التواصل. إذا المنتخب التونسي مطالب شوط ثاني غير، شوط ثاني مغاير إذا حب يبقى في الكان هنا في لوبانكو. عنده شوط قراءة مرة أخرى الفريق المنافس، وإن شاء الله الشوط الثاني نسبق الخير نلقاوه. المنتخب التونسي سيرد الفعل، أو الرجل اللي حكينا عليها في الاستوديو إن شاء الله. ما تمنيوا نوصل اليوم النقطة الرابعة بعد حسابات أخرى وربي يعمل دليل. صراحة كما كنت مقتنع قبل بداية الكان، المنتخب التونسي بما توفر له من إمكانيات حتى بهذا الأداء ممكن يكون مع الكاميرون في الدور الثاني. صراحة بانتصار الجابون قلب الطاولة، لكن ما زالت الأمور بأقدام لاعبينا. يمشي الزوادي يلعب كرة، زوائر الزوادي فرصة للمنتخب التونسي، دوزيام بال ياخذها الفريق المنافس. كرة الجابون، البريسينج ضغط العالي الآن، زوادي والدفاع يتدخل. سارفع الريتم، سارفع النسق، اللي يحب يتبع يتبع. إن شاء الله الزوادي يجري، إن شاء الله جمعة يركض يا أخي، إن شاء الله بالراديا يكون أوفنسيف في الشوط الثاني. تمشي كرة بالراديا. المنتخب التونسي متأكد أنه يتسرح لو يسجل هدف في البطولة. مشكلة أيضا ثقة وقلة ثقة في الفريق وفي المجموعة. تمشي الكرة من الركنية. عنا زمان ما سجلناش بكرة ثابتة. وينك يا حقي؟ وينك يا جمل؟ الآن نحتاجكم. تمشي الكرة بالرأس. فرصة كبيرة من عصام جمعة. فرصة هي الأولى للشوط الثاني للمنتخب التونسي. ما نجموش نكونوا أسوأ من الشوط الأول. إذا أكيد نتفائل بالفترة الثانية من المنتخب الوطني. تمشي الكرة والحارس أوفونو ديدييه على اللاعب عصام جمعة. 3 دقائق في الفترة الثانية. مازالت نتيجة بيضاء 0-0 هنا في ستاد لوبانكو في ثاني لقاءات المجموعة الرابعة. تونس الكابون على طول بعدها الزامبيا والكامرون. أي حضور لينا بالنسبة لمتابعة المنتخب الكامروني والزامبي كتوانسة. نتمنى نهتم بالمباراة، اهتمامنا وشارت اهتمامنا مباراة زامبيا والكامرون أن نفوز اليوم، باش نشوف المنافس، باش نتبعوا اللقاء، باش نشوفوا النتيجة اللي تصلح لنا. عصام جمعة يربح خطاه والكرة ركنية. تتعدد الركنيات. أرقام الشوط الأول كانت الجابون، أرقام الشوط الثاني بإذنه تعالى ستكتب للنصور. إمكانية وركنية. القربي في الكرات الثابتة. تمشي كرة منتخب التونسي على البرمي بوتو ولا على الدوزيام، المهم واحد بلاش. تمشي انطلاقة ميكاري حتى يوصلها ياسين الميكاري، باش نحلم بواحد بلاش، باش تحلموا بواحد بلاش، باش تسيحوا في الواحد بلاش. بالراضي يخرج كرة اوت، مخالفة، نعم مخالفة بصافرة كوفي كوتش ابو نافنتور. ياسين الميكاري يلعب ثاني أمم أفريقيا، يعني إذا نحكيه على بعض اللاعبين أنها التجربة الأولى ممكن الرهبة. ياسين الميكاري عنده الإكسبرينس، لعب 2008. تمشي الكرة من الميكاري، لعب سوشو، على فكرة في سوشو يلعب في وسط الميدان، لا يلعب في الرواق الأيسر. منتخب التونسي عنده كرة شرميتي يمشي الهجوم. المساكني يحاول من الطرف الأيمن لدفاع الجابو من جهة جورج.
توصل كرة المنتخب الوطني التونسي. كرة سهلة ترجع للدفاع الجابوني. لازينغو ناسيونال التغطية مش موجودة والكونتر اتاك للجابون خطير جدا. محاولة وتسديدة وكرة عشوائية. معناها المنتخب الجابوني أمامكم في الصورة. يعني هذه حدود الله بالنسبة للمنتخب الجابوني. المنتخب التونسي إذا هي مش حدوده وإمكانياته وطاقاته وأقصى طاقاته وإمكانياته كما يراه بعض الفنيين لازم يشوفوها في التيران، لازم يشوفها في الشوط الثاني. تمشي كرة خمسة دقائق ما زالت أصفار. منتخب الجابوني ينطلق بكرة السرعة وفي خطالة بالراضي عنده انذار خرجه أحسن لأنه ممكن باش يخرج بالحمراء. تزداد الأمور تعقيد على المدرب الوطني والمنتخب التونسي. هذه الكرة الأخيرة يعني عداها شوية الحكم كوفي كوجا، كان ممكن يخرج للصفرة راهو بالراحة في أجواء أفريقيا وكوفي كوجا نورمال. صفرة ثانية وباي باي. التغيير يفرض نفسه، بعض التغييرات تفرض نفسها الآن في 55 دقيقة 60 دقيقة. لازم نعملوا الشانجمون الأول مينيموم إذا مش اثنين باش يتغير شكل الفريق. ممكن 37 متر على الحارس ورا المنتخب الجابون عن طريق دانيال كوزا. أمامه الثوادي وحده في المحور يسدد كرة ترجع من الدفاع التونسي من حقي. راسية الثانية من المساكني يطلع المنتخب التونسي بريسي لكن الكرة تبقى المنتخب الجابون. فريق في صناعة اللعب مش حاجة كبيرة، يحب ممكن المساحات القربي وكرة ستبقى لفريق الجابون. كرة المنتخب الجابوني من خلال الاوت والتماس في الدقيقة 7. علاش قلت ناخذ نصيبنا من الشوط الاول؟ لانه عارف الشوط الثاني شوط اعصاب والوقت يمر فيه بسرعة رهيبة، بسرعة مسنة للدقيقة 52. تعرف من الناحية المعنوية فريق مطلوب مفروض عليه الانتصار اليوم. هدف كل ما تبكر به يكون أفضل من الناحية المعنوية، لأن تخاف من التسرع، تخاف من الأعصاب والوقت اللي يجري. تمشي الكرة منتخب التونسي. عصام جمعة خارج نطاق الخدمة. ترجع الكرة منتخب التونسي، عدي الأفونتاج، عدينا. تمشي الكرة للراقد، الراقد الراقد مرة أخرى تيح على الأقل مخالفة. تمخض الجبل الأنغولي فولد هذه الكرة التونسية هنا في لوبانغو. 7-8 دقائق في الشوط الثاني. ديجا مازالت 0-0. بطاقة صفراء للاعب الجابوني. ننتظر اسم اللاعب المنظر في تشكيل ألان جيريس. هذه الكرة الأخيرة وإنذار مستحق. برافو كوفي كوج اللي أعطاه الأفونتاج للمنتخب التونسي وبعد رجع للكارت، رجع للصفرة. محاولة كان ممكن يستفيد منها المنتخب التونسي عن طريق الراقد. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني. مازالت النتيجة متعادلة هنا في لوبانغو. نتيجة أكيد تخدم صالح منتخب الجابون اللي حاليا يطلع للنقطة الرابعة. والكامرون أو زامبيا هذه نتيجة تصلح لهم. منتخب التونسي نتيجة وحيدة صالحة هي تحقيق الانتصار. في الوسط عصام جمعة، تمشي كرة الميكاري، الميكاري الجمعة. 2-2 على مستوى البطاقات الصفراء، 0-0 على مستوى الأهداف. كرة ترجع المنتخب التونسي في إمكانية الكرة والتقدم الآن. إمكانية الكرة الطويلة عن طريق عمار الجمل. ترجع من الدفاع الجابوني. كرة في دفاعات تونس والحارس بلبولي. ستبقى الكرة الأيمن المثلوثي أو بلبولي حارس النجم الذي الساحلي. يمشي بالكرة الميكاري، ميكاري في كرة طويلة يوسف المساكني والتماس المنتخب التونسي. تماس المنتخب التونسي الميكاري تلعب ضد وقت وضد منافس مرتاح بما حققه في المباراة الأولى. كرة أخرى هدية. ترجع الكرة المنتخب الجابوني في وسط الملعب. الانطلاق خطير جدا عن طريق اللاعب انكيما، ستيفان انكيما، دانيال كوزا. دانيال كوزا والباس، كرة مقطوعة. ترجع من راقد يطلع بالكرة زهير الذوادي. زهير الذوادي ممكن جدا، ممكن جدا. زهير الذوادي يمشي الذوادي لو يتعدى فيها أمل يوزع كرة والدفاع. ترجع الكرة الثانية المنتخب الجابوني ما يعرفش يعمل كنترول منتخب الجابون صراحة.
اللاعب هذا ستيفان انجيما كنترول ما يقدرش يعمله. 0-0 في 10 دقائق. ألان جيريس سيكون أيضا سعيد جدا بالنقطة. كذا نقاط مع الكاميرون كان فيها سوء حظ حقيقة لمنتخب أسود الكاميرون في الشوط الثاني، كان تألق غير عادي خرافي لديدي أوبونو حارس الجابون. شفنا شيء من منتخب جابوني بصراحة. تمشي زوائر الذوادي، ما شفنا شيء من منتخب الجابون خاطر ما شفنا شيء من منتخبنا. هذه الكلمة الأصح، كل واحد يحكي على ماليه. ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الجابوني. 10 دقائق في الشوط الثاني. تمشي بكرة في الميدان عن طريق جمعة الذوادي. ذوادي ممكن زوائر الذوادي لا يسبق كورته ويخسر كورته. خارج الموضوع أيضا زوائر الذوادي، برشا ملعبية، معظم الملعبية. لا أدري ما هي الأسباب، لابد من الحذر لأن الذوادي عنده بطاقة صفراء. الأقدام حقيقة مكبلة بوضوح هنا في كأس أفريقيا 2010 في لوبانكو منتخب التونسي. يضيع كرة، يخسر محاولة لتعود براحة من دي دي أوفونو. كرة ترجع طويلة للمنتخب الجابوني برصيد حقي. ترجع المنتخب عن طريق الذوادي للراقد. الراقد في كرة أخرى تضيع. المنتخب التونسي كأنه يحاول يجد الانسجام والتناغم في المجموعة في كأس أفريقيا. ترجع الكرة مرة أخرى للدفاع عن طريق برادية. تمشي للراقد. الراقد للذوادي. الذوادي يلعب الكرة عصام جمعة. عصام جمعة كرة تمشي الجمعة مرة أخرى في المساندة والدفاع، تغطية ممتازة. كوفرتير كانت حلوة من جورج. جورج يمشي بالكرة. الانطلاق عن طريق برونو زيتا. برونو زيتا في وسط الميدان. برونو زيتا يرجع بالكرة لمنتخب الجابون. مباراة توصل الدقيقة 12 في الشوط الثاني. ما زلنا ننتظر التغييرات من الكوتش في هذه الدقائق، بينما الكرة تمشي بعيدة برشا. تونس لحد الآن ممكن نقول هي اللي تهدي التعادل للجابون. إذا تمشي الكرة للمنتخب التونسي من ضربة مرمى، بينما هنا إصابة لأحد لاعبي الجابون. كرة البلبولي. المنتخب التونسي في أول 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني ما زالت تقريب نفس الإشكاليات. إذن كرة ستعود من البلبولي. المنتخب التونسي لحد الآن سجل هدف في هذه البطولة، ما يرفع رصيد أهدافه 67 هدف في تاريخ القاري في خزائن وفي دفاتر بطولة أمم أفريقيا. تمشي كرة. دفاعهم ضعيف برشا بصراحة، ضعيف برشا الدفاع الجابوني. برافو ذوادي. ذوادي في مخالفة، في مخالفة. كرة صح، راسية صح، تتغير النتيجة، تنتهي ممكن العقدة ويتسرح الفريق. طبعا كلام القلب. والقلب ماذا يهوى، والقلب كيف يعشق وكيف يحب. ترجع الكرة المنتخب التونسي في وقت باهي برشا في الدقيقة 58. بعد راكت شال ميكيري للتنفيذ. ياسين الميكيري محاولة الوصول لمرمى ديدي أوفونو. وقت باهي بتاع هدف الآن. كرة ثابتة لابد أن نستغلها عن طريق ياسين الميكيري. يمشي الكرة للميكيري في كرة المنتخب التونسي. الميكيري يلعب كرة راسية والكرة تمشي برا. كرة كريم حقي اوت. كرة الثابتة ايضا مش ماشية في هذه البطولة لحد الان. برشا ركنيات، برشا مخالفات في اماكن حلوة في العادة يعني مجنبة، لكن بدون نجاح لحد الان وبدون توفيق من المنتخب الوطني التونسي. يمشي كرة للحارس ديدي اوفونو. كرة طويلة رأسية يؤمنها في التغطية اليسار الميكيري. ميكيري يلعب كرة مع القربي. القربي ينتظر وفي خطأ، في مخالفة، رفع رجل بالنسبة للحكم كوفي كوجا بونافنتور. بسرعة يا ميكيري. التعادل الثاني راهو في صالح المنافسين. كان في بالك التعادل يرشحنا؟ نقول لك لا. تمشي الكرة طويلة
للمنتخب الجابوني. كرة المنتخب الجابون في وسط ميدان، مرة أخرى في الأوت، والكرة المنتخب التونسي. كرة المنتخب التونسي عن طريق عصام جمعة، تتهيل الراقد، الراقد عصام، كرة من جمعة، يمشي المنتخب التونسي للذوادي، كرة توصل عن طريق المساكني، حاول المساكني، يوسف المساكني ممتازة، يوسف المساكني ما يدخلش 18. قارين حساباتهم، المساكني حاول يمر وفي مخالفة، مخالفة أخرى أمانة لابد أن نستغل هذه الكرات. مش معقول ومش ممكن هذه الفرص والإمكانيات المتاحة بالكرة الثابتة. تقريب 5-6 كرات في مثل هذه المواقع الاستراتيجية. منتخب التونسي مرة أخرى المكاري. إن شاء الله تمشي الثالثة ياسين. 33 متر. كرة عند الحارس أوفونو. أو كرة المنتخب التونسي في المرمى وما نتمناه. وما ندعو له وما ندعو إليه الآن. خطيرة. صد دين المتابعة. مش ممكن ركنية. اضغط اضغط العب القدام. دانيال كوزان. الفرود المهاجم يخلص منتخب الجابون. منتخب التونسي لابد أن ينتصر في هذه المباراة. منافس مش نقول ضعيف، يعني احنا ضعاف، نقول متوسط. الراسية لا، ديدي أوفونو حرم على بعضهم الكونتر اتاك. لا، التغطية موجودة والتسديد. أي كلام أي كلام، والكلام متاعي وفاء أمانة، عادش عندي ما نقول صراحة. شوف الكرات هذه، هفوات قليلة من الفريق الجابوني ما نستغلوهاش. ثم تجي كرة بعيدة يعني من 30 متر وهي بعيدة 40 متر. فعل أجواء مشحونة، لذلك قلت المنتخب التونسي يحتاج إلى هدف أو إلى انتصار باش يتسرح الفريق. المنتخب التونسي في آخر 8 مباريات ربحنا ماتش واحد، في آخر 5 مباريات سجلنا كان 3 أهداف. مخالفة جديدة في وسط الميدان بعد تقريبا 20 دقيقة في الشوط الثاني. كرة ستعود للمنتخب التونسي. كرة المنتخب التونسي، إصابة اللاعب إريك مولونكي، يلعب في نيس الفرنسي. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني. مباراة مشدودة، مباراة أعصاب حقيقة كبيرة برشا. المنتخب التونسي أول فرصة في هذا الشوط، والكرة بعد ما فلتت من الحارس أوفونو ما فماش من يضع الكرة في المرمى. شوف جانب من الجمهور التونسي عمل تحول آلاف الأميال، ما بخلش على بلاده، ما بخلش على منتخب بلاده، شجع وقف. ونقف الآن على أول تغيير، يخرج يوسف المساكني، يخرج يوسف المساكني في المنتخب الوطني التونسي، هو المدرب فوزي بن زرتي، يدخل شوقي بن سعادة. إن شاء الله نسبيا بخبرته باعتبار ثالث مونديال إفريقي لشوقي يعطينا حرية، لكن حذاري حذاري من كرة قتل الأمال والأحلام. هفوا في التمركز، لكن خبرة البلبولي رجعته في الكرة. كرة كانت خطيرة برشا. منتخب التونسي كان ممكن يضيع مباراته على كرة ثابتة للزينغو ناسيونال لمنتخب الجابون. تمشي الكرة للمنتخب الجابوني في ركنية، أول ركنية في الشوط الثاني لفريق الجابون. تفشي بالرأس من الدفاع التونسي. مرة أخرى وسط الميدان، المطالبة بأن يطلع اللاعبين على حامل الكرة، لكن يمشي بالراحة، يلعب على أطراف. خطيرة جدا، تسديدة ممتازة من الحارس، لكن مازالت الصعوبة، مازالت الصعوبة. مرت بسلام، مرت بسلام، أضرب بالرأس، يخرج الميكيري. وحصار جابوني الآن في هذه اللحظات. كرة تبقى لمنتخب الجابون في خطأ، في مخالفة بعد هفوة من القربي. قلت المنتخب التونسي ذهنية بالأساس نفسية، فريق لم يتوفق في كيفية دخول ممكن مباريات البطولة، ما تصرحوش اللاعبية لحد الآن. المباراة على الأقل مازال عندك 25 دقيقة ممكن باش تقلب المباراة في مباراة مهمة، مهمة جدا. تمشي على مخالفة لفريق الجابون، ضبط في دقيقة 65 من زمن المباراة.
أولى مباريات هذا اليوم. التعادل السلبي 0-0 في الدقيقة 65. بعدها نشوفوا مباراة زامبيا والكاميرون، بينما الكرة تمشي للمنتخب الجابوني. فريق الجابون عنده الكرة. جمهور على فكرة في مدينة لوبانجو عاشق لكرة القدم، التقريب يحضر في المباريات. قيمة فرق المجموعة، وجود الكاميرون أو تونس، زامبيا والجابون أيضا، حس حضور جماهيري في سمام ضب برشا، في سمام سحب برشا، والسحاب لا يريد أن يغادر السماء. المنتخب التونسي بعيدة، الحمد لله الكرة خارج بعيدة، لكن انتظر أن أحمد الله على هدف أول افتتاحي في المباراة. المنتخب التونسي لحد الآن بدون مخالب. التغيير الأول أيضا من ألان جيريس، يخرج اللاعب ستيفان إنجيما. وفي التشكيل الجابوني التغيير يشمل رقم 10 لاعب جيسكا دي، آلا أخسن لاعب المازمبي لو تو بويسون، فريق قوي مازمبي بطل أفريقيا. جيسكا دي أرسن، جيسكا دي لاعب مازمبي، إذا يدخل جيسكا دي أو أرسن أسهل يعني من الآخر، لماذا الفلسفة الزايدة؟ يدخل أرسن طبعا ليس فنجير، بديل إنجيما. إذا تغيير أول من الكوتش ألان جيريس في مجموعة البنزرتي مع الفرنسيين الثلاث، إيرفي رونار مدرب زامبيا، بول لغوين مدرب الأسود، ومدرب الجابون ألان جيريس. تمشي كرة المنتخب التونسي بالتماس، كرة أوت. مباراة 1-0 بإذن الله. تمشي الكرة عن طريق الراقد، يلعب الكرة بالراديا، بالراديا كرة في الوسط، عصام جمعة، عصام جمعة تطايل الذوادي الجمعة، والدفاع موجود. تمشي كرة المنتخب التونسي عن طريق حقي، كرة من القربي تطايل المنتخب التونسي عن طريق الشرميتي أو شوقي بن سعادة، شوقي بن سعادة حل سباس، يلعب على جناب، كرة ممتازة ممكن جدا، عصام جمعة يدخل. الحكم ماذا يقول؟ يقول العب، ما فيها شيء، ما فيها شيء بطبيعة الحال، ما فيها شيء، فيها شيء احنا نحبوها، فيها ضربة جزاء. خسارة كرة ضاعت أخرى، والتماس للمنتخب التونسي، هذا ما نربحوش اللقاء، هذا ما نربحوش. نمشي كرة عصام جمعة مرة أخرى، عصام يلعب كرة المنتخب التونسي، كرة بدون عنوان، كرة بدون عنوان في وقت أعجز فيه عن إيجاد العناوين. 67 دقيقة، عصام جمعة ادخل، وشفتوا اللقطة أمامكم واضحة، ما كانش فيه شيء، كان ممكن عصام جمعة حاول أكثر، يحرص أكثر. كرة بالانطلاق لدانيال، توزع حذاري من الرواق الأيمن، الكرة حقي ممتاز، حقي ممتاز، هذه اللقطة جابها كريم، برافو، يتفادى الركنية، هذا اللي طالبينه، ألعبوا بروح لا أكثر ولا أقل. نعرفوا أن كرة القدم فيها غرائب وعجائب، فيها توفيق من عند الله، لكن المهم أعطيني الروح، أعطيني روحك نقول لك من أنت. وسط الشوط الثاني، 68 دقيقة، ما زالت أصفار هنا في استاد لوبانجو. ترجع الكرة سهيل بالراديا، المنتخب التونسي بالراديا، ضربة الكرة في الذوادي، والكرة تبقى لمنتخب الجابون. حذاري، كرة ما زالت تلعب، لا قرار الحكام يجي شوية متأخر بإعلان تماس للجابون. الجابونيين يحبوها مخالفة لك التماس. تغيير الآن في الهجوم يفرض نفسه صراحة في واقع المباراة. إذا يدخل العكاشي الآن، ملعبوش على كرة بالرأس، على الأقل كرة وتوزيع من الأجناب. تمشي كرة منتخب التونسي للبلبولي، يلعب كرة بالرأس، ذوادي، ذوادي عم كنترول الساعة، وقفها باش ما تصعبش، ذوادي وزع كرة، قلت لك باش تصعب يا زهير. تحس حتى بدنيا صراحة الفريق طايح، حتى من ناحية البدنية، فماشك الفريشور فيزيك ما شفتهاش على الأقل في مباراتين الآن، اللي كانت في العادة ممكن نقطة قوة للمنتخب التونسي في مثل هذه المحافل القارية سواء أندية أو منتخبات. ترجع الكرة للراقد بالرأس عصام جمعة، ستفتش عنها يا ولدي، والكرة عند الجابون. تمشي الكرة مرة أخرى لمنتخب الجابون، الانطلاق والراقد والتماس. دقيقة 70، آخر 20 دقيقة،
كل الأحوال المنتخب التونسي إذا يربح مباراة في هذا الدور بش يترشح الآن يدخل العكاشي بديل الشرمتي. هي أراء طبعا مدرب واختيارات البنزرتي. يخرج الشرمتي ياريتو أوباما يانج ياريتو أوباما يانج هذا ولدنا هذا العكاشي أوباما يانج في البروفيل هذا من سوسة في فريق النجم هذا الساحل. تبش الكرة مرة أخرى الميكاري ميكاري وكرة في الوسط بعيد على عصام جمعة ورا المنتخب الجابوني 20 دقيقة هي كافية بينما الكرة لمنتخب الجابون الكرة تخرج 6 أمتار في متابعة من براديا. إذا الكرة ستبقى للحارس البلبولي منتخب التونسي في ثالث مباراة تقريبا في أسبوع. السبت الماضي كنا خسرنا من غامبيا 2-1 يوم الأربعاء 1-1 مع زامبيا حاليا 0-0 مع الجابون وكرة ممتازة في التغطية. الحكم يقول بشر المساعد وخطأ. تعرفوا في مثل هذه الكرات ممكن حكام يحسبوها وحكام يعديوها. الكرة والفرصة تضيع على المنتخب التونسي. إذا الكرة تضيع على المنتخب التونسي بقرار من الحكم كوفي كوتشا بونافنتور. يمشي كرة طويلة في وسط الملعب راقد مازال يلعب ويخسر كرة أخرى. كاش في يوم كبير يحصل في كرة القدم طبعا لن أشكك في إمكانياته لكن اليوم في البطولة هذه ماهوش الراقد اللي شفناه في أبوجا مثلا. ترجع الكرة للراقد يلعب الكرة الميكاري ميكاري في كرة طويلة سهل المنتخب الجابوني خطيرة جدا لكن تتوالي تمشي للحارس بلبولي براديا تمشي الكرة مرة أخرى ذوادي ذوادي الكرة منتخب التونسي في خطأ في مخالفة المنتخب الوطني بسرعة لو ممكن. كرة العصام جمعة مرة أخرى منتخب التونسي في 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني النتيجة ما زالت 0-0. كرة تتهيل الراقد يلعب الكرة الذوادي ممكن أن يخرج له يخرج له بكرة القربي قتلوا بها لكن القربي يخرج كرة في التماس طبعا أو في الستة أمتار. تحس الفريق بعيد كل بعد عن التناغم والانسجام. مباراة ودية ثم على طول الدخول في الكان. لحد الآن تظهر هذه المشاكل بوضوح. لاعبين مش مستنسين ببعض مش متعودين مش متفاهمين بين ظفرين. المستوى الكروي طبعا رغم أنه مستوى المجموعة الحقيقة يعيشوا أجواء ممتازة حسب ما تنقلنا الصورة هناك من لوبانجو. فما روح فما إرادة بالنجاح فما حب للنجاح لكن خسارة مش مطبق في أرضية الميدان. يعني ممكن الأرجل والأقدام ما تجاوبش الذهن واللسان بالنسبة للملاعبية. على الأقل لحد دقيقة 73 في هذا اللقاء في جا 0-0 كرة المنتخب التونسي في وسط الميدان أو للجابون كرة الجابون دانيال كوزا تمشي كرة انطلاق من مولونكي يلعب الكرة خطير مولونكي والدفاع التونسي موجود كريم حقي كريم حقي يلعب كرة طويلة ممتازة من حقي إمكانية الذوادي ما مشتش معاه ما مشتش أيضا في الوقت المناسب زوائر الذوادي تمشي كرة للذوادي خطير جدا ذوادي ذوادي مش ممكن ضاعت الكرة وضربة مرمى ضربة مرمى يقول أنها خرجت في البداية على الذوادي أو ركنية إن شاء الله كورنر ولو أنه شكلها ضربة مرمى. بالفعل كرة ترجع من 6 أمتار لديدي أوفونو عكس المباراة الأولى للذوادي ممكن قدم مردود مقبول في جملته. اليوم زهير في جور سان بين فرين كما يقول الفرنسي يعني مش في يومه مش من ضموش الذوادي فقط لأنه معظم اللاعبين تقريب مش في يوم كبير مش في فورمة كبيرة. اليوم تمشي كرة من البلبولي 74 دقيقة كرة ترجع لعكاشي في الأوت التماس للمنتخب الجابوني تمشي كرة المنتخب الجابون الدفاع موجود في برشا الأسبقية يسبق اللاعب كريم حقي وفي خطة للقربي في مخالفة خط القربي نسلم من بعد نلعبه الآن تمشي كرة منتخب التونسي كريم حقي
تلعب كرة ما تعداش التماس للمنتخب التونسي. آخر تعليمات الكوتش، آخر تعليمات فوزي بن زرتي في هذه المباريات الثانية للمنتخب الوطني. تمشي كرة عن طريق زهير بالرادية، بالرادية يلعب كرة زهير ذوادي بالرادية، ما طلع ولا مرة من الجهة اليمين لنقطة قوة بالنسبة للرادية. تمشي الكرة مرة أخرى، أول مرة ذوادي يلعب له، زهير الذوادي يلعب كرة خطيرة جدا، ممكن فرصة، مش ممكن يا شوقي، مش ممكن يا بن سعادة، ولا واحد تلقى فيه لهوان سامحوني باش يضرب الكرة المطلوبة، مش ممكن هذه الكرات. فرصة أخرى للمنتخب التونسي نتيجة هفوة جابونية، مش ممكن هذه الكرات اللي تضيع، وقتاش باش تخلي الفرص، وقتاش تسجل. كرة كانت بتاع 1-0 أكيد، يضغط العكاشي من غير فوت، ترجع المنتخب الجابوني، ينطلق بكرة طويلة، تمشي خطيرة جدا، فرصة والكنترول سيء برشا. من الطف الله أن الكنترول كان سيء من اللاعب أمريكي بيير. كرة المباراة، لاعب عمره 20 سنة يلعب في المتروبول في ليل. كانت كرة المباراة للفريق الجابوني. ترجع المنتخب الجابوني وسط الميدان. ذوادي. التغيير ايضا يفرض نفسه، لابد ان نغير مره اخرى لانه كنا نلعب ناقصين صراحه. تمشي كره القربي في دقيقه 76، القربي يلعب الكره، تمشي لزهير ذوادي، ذوادي يلعب الكره، الانطلاق للهجوم من حقي، تمشي كره بالراد، يبدا يطلع ذوادي، كورتك كورتك لعباتك، سجل، مش ممكن جمعه، فرصه اخرى تضيع، كرة أخرى تضيع، على الأقل قليل في آخر ربع ساعة سنسجل إن شاء الله. مش ممكن على هذه الكرات. منتخب الجابون يعمل الأفراح للصفر صفر حاليا. منتخب التونسي لو كان في يوم كبير صدقوني مع احترامي للجابون تيجي ما تقلش على 2-2. ترجع الكرة منتخب التونسي الميكاري، ميكاري يلعب الكرة راقد في وسط الملعب. مرة أخرى منتخب التونسي، آخر ربع ساعة من الأمل، آخر ربع ساعة من الدعاء، آخر ربع ساعة من الانتظار. ثوادي كرة مقطوعة، يهدي وهنا، بن سعادة يجرب حظه كرة أوت، بن سعادة يجرب حظه كرة أوت. فرصة أخرى ضاعت على المنتخب التونسي، كانت كرة عصام جمعة. إذن كرة في مباراة تبقى ما زالت في الصفر صفر. تمشي كرة طويلة من الحارس أوفونو، أوفونو والرأسية لكن سهلة عند البلبولي، يخرج بلبولي، يضيع الكرة منتخب التونسي. حاولت الوصول للنقطة الرابعة، مهم جدا في هذا اللقاء، الرأسية والكرة. عصام جمعة شوف الدفاع اللي بجابوني، هذا ما نسجلوش، حتى لو ما عنديش أتاك نسجل بونتو على الأقل. تمشي الكرة منتخب الجابون، مرة أخرى منتخب الجابون ممتاز، ما فيش خطأ، برافو حكي، ممتاز حقي، لكن الحكم يعطي انذار او لا؟ الحمد لله لانه عنده انذار ضد زامبيا. انا شفت لعب الكرة، امطار في استاد لوبانكو، ارضية ميدان ممتازة جدا، رجع اللاعب يعني مخالفة للاعب موكون مولونكي. كريم حقي لاعب هانوفر 96 مع التغيير اخر المدرب جيريس، اللي واضح بالنسبة ليه أنه يلعب على التعادل، نتيجة ممتازة بالنسبة له، ويحاول يلعب على كونتر أتاك، حاول يستغل تقدم التونسي الآن. مش قلت لكم أنه ناخذوا نصيبنا من الأول، من الشوط الأول نضغط ناكل الملعب، نسجل هدف ومن بعد نلعب عشرة والمرتدات ونهدي اللعب ونلعب بحذر ونلعب بكل حسابات والغير ممكن. ترجع كرة الجابون، كرة طويلة بالرأس من حقي منتخب التونسي، كرة أخرى الفريق الجابوني، الدفاع التونسي عليه أن يحذر في هذه الكرات، صحيح نحبوا نربحوا لكن لازم ما نخسروش. نتائج الحسم لماتش الكامرون رغم الصعوبات مع الأسود ورغم أن التاريخ يحكم ضدنا مع الكامرون. تسديدة، كرة بعيدة برشا، كرة بعيدة برشا،
نتمنى مرة تتواسى ونقوله أنه الكامرون خسرت من الجابون نجم نربح الكامرون. ما نقولوش أنه الجابون ربحت الكامرون، نقولوا لا الكامرون خسرت من الجابون. فريق الكامرون يعني بشيوخ وبلاعبي الكبار الآن ليس أيضا دريم تيم، لكن هي حكاية مونتاليتي ممكن عقلية. عودنا في كرة القدم الأفريقية حتى يلعب في نادي ليل ردوه دياكو ميسي ذواته. يزال فيك الأمل، سأعطيك الفرصة، ستبقى معك الفرصة. هيا لا لا لا، الكرة فيها رأي صفارة وفيها كرة على العارضة، كرة العكاشي، كرة العكاشي. أمطار غزيرة، إن شاء الله أمطار الخير يا ربي، إن شاء الله نسجلوا هدف. شوف الكرة من الذوادي، ما فيش تسلل، ما فيش تسلل. وين شفتوا؟ منين شفتوه؟ منين ريتوه؟ ما كانش فما تسلل. لو دخلت معنا المنتخب التونسي يظلم في هدف. الأمل مازال قائم في كرة تمشي لمنتخب الجابون. ورا الفريق الجابوني، شكون يصلح؟ شكون يغطي؟ شكون يغلف بلغة الكرة؟ يرجع الكرة من حقي، حق المنتخب التونسي الذوادي. أنت الأمل وأنت المنى، أنت الأمنية وتبقى الرجاء. يتقدم الهجوم التونسي، شوقي من سعادة، شوقي باسيلو، تمشي كرة منتخب التونسي العكاشي، يجاك لا العكاشي ماذا يفعل؟ أوكي كورنيل، نعديها ما شفنا شيء. يلا ركنية، ركنية المنتخب التونسي. 81 دقيقة، 81 دقيقة، الآن وقت المرور بإذن الله. الآن الهدف يعطيك 3 نقاط غريم برشا. كرة ثابتة على الأقل. الركنية رقم 6، منتخب التونسي عنده كرة أخرى. ياسين المكاري، والله حتى الآهات محبوسة ما تقدرش تخرج. مش ممكن يعني أنا نشوف في ماتش الكامرون، هو ماتش سويسي وشمام وهيثم المرابط والعكاش، يخلي الناس تلعب. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الملعب، منتخب الكابوني مرة أخرى. ماتش اليوم لو كان الدراجي في الملعب وفي يومه، في يومه كنا نربحوه الماتش هذا بالراحة. تمشي الكرة للحارس بالبولي، ممتاز بالبولي، يلعب كرة في التماس، في التماس. خرجنا من الدفاع، ضغط علينا في الهجوم. في الدقيقة 83، في الدقيقة 83 كرة المنتخب الجابون. تمشي كرة مرة ثانية، وان تو والتغطية للفريق التونسي عن طريق القربي. القربي يلعب كرة بعيدة لعصام جمعة. ومحمد علي نفخة سيدخل الآن. محمد علي نفخة هو الاختيار الثالث من المدرب فوزي البنزرتي. ترجع الكرة في وسط الملعب عن طريق الحاجي، حاجي بالبولي. لليأس يلزم نلعب لآخر دقيقة. واش نحسب ونأجله فيها ضد الكامرون؟ اليوم الحسم، اليوم الحسم. العكاشي، العكاشي سدد كرة، مش معقول. برشلونية، برشلونية يا عكاشي، خرج لك زميلك يجري، مش معقول. أعطيه، سلم واستلم، خذ وهات، أعطي وخذ، مش ممكن. ركنية، خلينا نفرحوا الآن، نجربوا مرة نسكتوا. نفذ يا قرب، يتصرف يا خالد. ترجع من المنتخب الجابوني، كلمنا منفع سكتنا منفع. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق لعب الراقد للمنتخب الجابوني، طويلة من جورج. ترجع في وسط الميدان، عذاري من سيناريو موزمبيق. دقيقة 83، يدخل منتخب الجابون، لكن الكرة بعيدة، فكرتها باهية لكن بعيدة من لاعب إيميريك بيير. 84 دقيقة في هذا اللقاء. ترجع الكرة للمنتخب التونسي من 6 أمتار. صراحة ممكن ما زامبيا نتيجة كانت مقبولة والتعادل أوكي، لكن اليوم كان لقانا، كانت مباراتنا. قطع النظر
على تواضع الأداء أو أداء لم يرتقي المستوى كبير الأمانة، لكن رغم هذا كان الماتش تبعك. يعني تصور أنت لو كنت في فورما الجابو اليوم تاكل اثنين. أحمد العكاشي لأول مرة يلعب رسميا في المنتخب التونسي، هداف البطولة في تونس. ترجع كرة للراقد، الراقد يلعب كرة تمنح للفريق الجابوني. الجابو يلقى مساحات الآن، يتقدم عن طريق أمريك. أمريك والراقد، كرة ترجع من جمعة، لا تبقى جابونية في الميدان. استخلاص كرة الآن، قربي قربي ممتازة، برافو خالد، برافو خالد. كرة العكاشي، العكاشي باسي كرة ذوادي، ذوادي وتصل الآخر، تصل الآخر. إن شاء الله ما ظلمناش، إن شاء الله ما ظلمناش. أنا أتمنى أن يكونوا في سايد، لأنه مشكلة لو كان تصل صراحة وهو غير موجود. أعطيني الريبلاي، أعطيني الريبلاي، ما عنديش فيها ثقة. كرة الأخيرة، لا تصل، تصل أحسن حتى باش ما نجدش تبريرات لمنتخب بلدي. ما كانش في تسلل. الجمهور التونسي ممكن الآن ينتظر آخر الدقائق. دقيقة 86، 1-1 زامبيا، حاليا 0-0 مع الجابون. صحيح المنتخب ما يخسرش، لكن المشكلة الكبيرة أنه ما يربحش في مباراة وفي بطولة. يلزم يربح ماتش على الأقل باش يعدي الدور الأول. ترجع الكرة عن طريق البلبولي في الدقيقة 86، تمشي كرة طويلة للمنتخب التونسي. الراسية والإمكانية العكاش، شوف الاسباس اللي في الدفاع متاعهم. مرة أخرى ذوادي، ذوادي يلعب كرة طويلة، ترجع المنتخب الجابوني. ضغط كبير من فريق التونسي، علاش ما لعبناش من أول الشوط الثاني هكذا؟ التماس للجابون والضغط لتونس. هل يسعفنا الوقت؟ أتمنى. ترجع الكرة المنتخب الجابون في تغيير بخروج الذوادي ودخول محمد علي نفخة. تغيير في الدقيقة 87. الذوادي شفت حتى أنه مش في يوم ومش في فورمة تماما، لكن الخطورة جت منه في آخر الدقائق. على كل حال الراسية ودفاعية لتونس عن طريق شوقي بن سعادة، يرجع الميكاري، تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق البلبولي. البلبولي طول كرة، عصام جمعة بالرأس، بعيد على كاشي، بعيد على كاشي. تمشي الكرة للحارس ديدي أوفونو من هذه المباراة. الفريق الجابوني لحد الآن يوصل لنقطة رابعة، منتخب التونسي يطلع النقطة الثانية، لكن ما زالت المباراة مسالت لينا وعلينا. إذا لننتظر آخر دقائق. ترجع كرة بتسديدة وضربة مرمى للحارس بلبولي بسرعة أيمن. كرة ستعود للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي في الدقيقة 88. يجا مازال أصفار هنا في استاد لوبانغو. كرة ملعوبة طويلة. المنتخب التونسي بين كان 2008 في تامالي وكان 2010، هذه المباراة الثانية هنا في لوبانغو. ربحنا ماتش واحد ضد ساوث أفريكا، تعادلنا مع السنغال، مع زامبيا، حاليا مع الجابون، لكن مازال وخسرنا وانغولا ايضا تعادلنا معها في الدور الماضي، وخسرنا ماتش الكاميرون في الاكسترا تايم. اخر دقائق، اخر الكرات، ممكن 3 دقائق يزيدهم الحكم كوفي كوجا بونافنتور. تمشي كره للامل للمنتخب التونسي عن طريق الراقد، يلعب كره طويله، ترجع بالراس. مش معقول، مش معقول، معانا ولا معاهم يا راجل؟ إذن 89 دقيقة، مباراة سائرة نحو التعادل. هل كان حقيقة المنتخب التونسي بإمكانه الفوز في هذه المباراة، أم هي ممكن أمور نابعة من العواطف ومن القلب كتونسي؟ صراحة اللقاء هذا كان ممكن لقاء تونس، لكن حذاري، ممكن يصبح للجابون. خطيرة جدا، والحكم يقول العب. كرة خطيرة وجماهير أنغولا كانت تريد من الحكم كوفي كوجا يصفر ركلة الجزاء. تمشي كرة منتخب التونسي عن طريق نفخة، نفخة يرجع بالكرة، منتخب الوطني في إمكانية بالراديا، بالراديا يخرج بالكرة. لا الدفاع موجود في التغطية، موجود اللعب في التغطية والكرة في التماس.
ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي. هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة أمامكم بين دانيال كوزا وعمار الجمل، بينما تمشي العكاشي وطويلة منه، طويلة عليه، طويلة على العكاشي، ستعود للفريق الكابوني عن طريق ديدي أوفونو. ولا تمشي ديدي في الدقيقة 90، كم سيضيف الحكم في مباراة توصل لآخر لحظاتها مع كرة للكابون وفي رأي صفارة تسلم. خذ الكرة بسرعة، خذ الكرة بسرعة. الأولاد شايفين النقطة ممتازة، كومة كور جاية تعرف المصلحة، هذا ممتازة، إذا الأولاد حافظين على هذه النقطة يعني نتيجة ممتازة. ما فماش تسلل على فكرة في انطلاقة اللاعب الكابوني، برشا أخطاء من لاينمان مساعدين الاثنين. أوباميانغ حصل على بطاقة صفراء من كل احتجاج 90 دقيقة، ما شفناش كم زاد الحكم كوفي كوجا كوقت بديل في هذه المباراة. كارت أصفر لإضاعة الوقت بالنسبة لكوفي كوجا مع كرة المنتخب التونسي. آخر أملنا في هذا اللقاء من خلال رمية جانبية من سهيل بالرادية، ترجع كرة ديدي أوفونو، شكلها ركنية بالفعل، ركنية المنتخب التونسي. أول حكم يقول خطا على عكاشي، يعني هنا تظهر قلة الخبرة وقلة الصنعة متاع العكاشي، معناها على الأقل تحصل ركنية، عملت هفوة مجانية، معناها رجعت لهم الكرة، منعتهم من ضربة زاوية في الوقت القادم. تمشي كرة طويلة بالراس للمنتخب الكابوني في وسط ميدان حقي. 4 دقائق، مسيرة دقيقتين ونصف، وخطأ ضد المنتخب التونسي، عفوا ضد المنتخب التونسي. المباراة الآن يسودها التعادل السلبي 0-0 تقريبا في هذه البطولة. شفنا التعادل الوحيد أبيض كان في لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية، مجموعة كابيندا. إذن كرة أخيرة لمنتخب الكابون بعد دقيقتين من نهاية المباراة، دقيقتين لنهاية المباراة مع تسديدة منتخب الكابوني عالية، كرة تخرج ضربة مرمى 6 أمتار للحارس البلبولي في دقيقة تقريب 93. إذن نتابع هذه المباراة في أواخرها من خلال آخر دقيقة، دقيقة ونصف تقريب. ترجع الكرة منتخب التونسي عن طريق نفخة، نفخة يلعب العكاشي، يدخل كرة، والحكم طبعا ماذا يقول؟ يقول كرة ستعود للفريق الكابوني، كرة خرجت لمنتخب الكابون. كان بالإمكان أفضل مما كان بكثير في هذه المباراة، هكذا نستخلص من خلال 90 دقيقة. منتخب التونسي ممكن في الشوط الثاني كروي يلعب في مناطق الكابون طيلة شوط كامل، لكن ما كانش قادر أنه يوجع. كما قلت في الشوط الأول كان بدون مخالب، بينما تمشي الكرة الكوزا والدفاع. آخر كرة، آخر دقيقة، تمشي الكرة منتخب التونسي عن طريق شوقي بن سعادة، كرة بعيدة مثل بعد اللاعبين على حقيقة إمكانياتهم ومستواهم في هذه البطولة بعد مباراتين. خطيرة جدا، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، ومنتخب الكابون عنده الكرة الأخيرة. شوف السرعة بدنيا للفريق، يعني عانى الأمرين في هذه البطولة، في ركنية أو مخالفة صافرة كوفي كوجا. بعد 4 دقائق أقصى ما نحلم به هو 0-0 الآن، لأنه بعد هذه الكرة ممكن يزفر كوفي كوجا. حذاري من الكرة الأخيرة، حذاري من الفرصة الأخيرة ستلعب لفريق الكابون، كرة ستكون لمنتخب الكابون من خلال مخالفة في موقع مناسب جدا. حذاري من آخر كرة، إذن كرة ستبقى للأسينكو في كرة صعبة من إيريك مولونكي. تمشي الكرة للفريق الكابوني آخر اللحظات مع كرة أخيرة خطيرة الرأسية، كرة برا، كرة كانت قريبة للكابون. إذن تعادل ثاني لنصور قرطاج في هذه البطولة، هو رقم 20 في تاريخ مشاركاتنا في الكان. المنتخب التونسي الآن في ليلة الخميس مع الكاميرون يدخل بخيار واحد على الأرجح هو الفوز للوصول للدور الثاني.
ترجع الكرة للمنتخب التونسي عن طريق المكاري. ياسين المكاري باش يزفر الحكم كوفي كوجا. اخر كرة بسعادة تمشي كرة اخيرة محمد علي نفخة، ما مشاتش معاه ولا واحد مشات معاه. وقتاش باش تمشي؟ 5 دقائق وقت بديل. نتيجة اصفار هنا في لوبانجو. نلعب كرة يا قربي. الحكم ينظر الساعة، يعطي فرصة اخيرة لن تكتمل ولا سيطلق الصافرة. خلاص، اذا التعادل الثاني لتونس هنا في امم افريقيا. 0-0 ضد الجابون، لكن ننتظر اخر كرة. انهاها كوفي كوتشا بونافنتور. لم تتغير الامور كما اشتهينا واردنا في هذا الشوط الثاني. بقيت دار لقمان على حالها، بقيت نتائج لوبانجو على حالها. التعادل الثاني 0 تونس 0 الجابون. تونس مفروض عليها الفوز على الكاميرون بأسودها ان اراد النسور مواصلة مشوار الكان. 0-0 والتعادل الثاني. هذه تحيات معلقكم عصام الشوالي.